طيب هل العصام اتفك ولا ما اتفكش؟ لا لا العصام ما اتفكش. العصام زي ما هم هو كل اللي حصل ان هم قبضونا المرتب شهر ده حقنا سواء من الشركه او من الوزاره، مع ان احنا ما طلبناش من الوزاره تدينا حاجه، احنا ناس بنشتغل وفضلنا نشتغل ولسه لحد النهارده بنشتغل والشغل لسه قدام حضرتك، هو ممكن تصوره كمان وانا بكلم حضرتك الشغل موجود فبالتالي انتوا ما بتسيبوش المصنع يعني، فانتوا لسه قاعدين 19 يوم 24 ساعه موجودين من 21 بقى 3 احنا 24 4 يعني الارض اللي بننام عليها من 20 4 من 20 4 كان هي تتم لحد دلوقتي حاليا، في ناس مننا بتنام عريانه 20 4 خالص والرجاله بتنام نعمل ايه؟ يعني تدمير بيوت وتدمير كل ما يجي شغل يعيد